هذا الفيروس خطير جدا من نوعه، وإذا لا سمح الله انتشر بين المرضى سيؤدي إلى كارثة صحية كبيرة في قطاع غزة. بناء على انتشار الأمراض والأوبئة، وزارة الصحة تقوم ببعض الفحوصات دائما لمياه الصرف الصحي، وتبين وجود فيروس شلل مسبب لمرض شلل الأطفال. هذه العينة يعني قامت وزارة الصحة بأخذها من المياه الصرف الصحي المنتشرة بين الخيام والمواطنين وبين الأزقة في وخاصة بين النازحين الذين يقطنون في خيام. هذا الفيروس أتى نتيجة عدم وجود النظافة بين في الشوارع خاصة بين النازحين، بعد أن أقدم جيش الاحتلال على تدمير البنية التحتية، وبذلك الآن انتشرت مياه الصرف الصحي بين المواطنين، لأن معظم مضخات الصرف الصحي متوقفة بسبب عدم وجود الكهرباء، وهذا بذلك انتشرت مياه الصرف الصحي في الشوارع. وأيضا هناك كميات بالأطنان من القمامة منتشرة بين المواطنين والنازحين، وذلك لابد من تدخل دولي للضغط على الاحتلال. خطورة هذا الفيروس قد يسبب إلى الوفاة، وقد يعني تنتشر الأمراض وخاصة أمراض العضلات والأعصاب، وأعداد الوفيات قد تكون تنتج من جراء انتشار هذا المرض لا سمح الله بالآلاف، يعني سيودع بحياة آلاف السكان في قطاع غزة وخاصة دون سن الخامسة من العمر. بالنسبة لفيروس شلل الأطفال، فعلياً ما شفناش حالات لهم من زمان كثير، لأنه التطعيم المناسب لهم موجود على الرغم من انهيار المنظومة الصحية، ولحتى الآن الحمد لله ما تمش تسجيل أي إصابات بشلل الأطفال فعلياً في القطاع. والله هي النداء والمناشدة شغلة واحدة، وقفوا هالحرب، دون توقيف الحرب نضلنا بالزحمة هاي بقلة النظافة اللي موجودة، فبكرة راح نلاقي حاجات كثيرة. الفترة الماضية أو الفترة اللي احنا فيها هاي اللي منتشر فيها التهاب الكبد الوبائي، حالات ياما ماتت لأنه ما فيش كان علاج مناسب لإلها، ما فيش عنايات أطفال والأطفال بتموت. وقفوا الحرب.